فتحت البوابات لمنافسة سابع أشواط الحفل 49، تجتمع 5 من أفراس الخيل العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فأكثر التي لم تربح في سباقاتها الماضية. جميع هذه الأفراس سبقت لها المشاركة هنا على أرض هذا الميدان وفي هذا الموسم. هنا السباق بمشاركة إزهار إليزيا، آيات قطر، هنوف الزاملية وموغا. هنا موغا ابنة أسرع من البرق من الخارج تبدأ إلى المركز الأول، فيما إليزيا ابنة نيشان بشعار عيد الشمري مع وجبيرتو راموس إلى المركز الثاني تندفع إلى المركز الأول، فيما موغا ابنة أسرع من البرق بشعار ابناء ميسان العتيبي مع ريان الطويرش تأتي في المركز الثاني، فيما نشاهد التحاذي في المركزين الثالث والرابع ما بين آيات ابنة إيف البحر لمقرن العيسى مع عبد الله الخميس، وأيضا المركز الرابع لهنوف الزاملية ابنة نكست سكب لإسطبل الباحة مع عياد الطريسي. إليزيا لا زالت هنا إلى المركز الأول تحاول الانطلاق في هذه اللحظات مع وجبيرتو راموس ابنة نيشان، فيما أشاهد ريان الطويرش يدفع بموغا بكل قوة للحق بالمتصدرة إليزيا التي تندفع وتوسع الفارق، فيما موغا تطارد بكل قوة وتحاول للحق، وراموس يطرب من الفرس الشقراء إليزيا الابتعاد في حضورها السابع هذا الموسم. إذن إليزيا توسع الفارق وتبتعد. إليزيا الفرس الشقراء البالغة من العمر 5 سنوات وبفارق من الأطوال تسجل الفوز الأول في سجلها السباقي. الأعلى تصنيف في هذا الشوط إليزيا من بين الخمس أفراس تسجل الفوز الأول في سجلها السباقي وتغادر فئة الخيل التي لم تربح بقيادة